عليكم. احنا ان شاء الله النهارده هنكمل على الايه، على الجزئيه اللي احنا كنا ختمنا فيها التوتوريال اللي فات. التوتوريال اللي فات كنا ابتدينا الكلام على الايه، على البي ان جانكشن او الدايودز يعني، وكنا اتكلمنا على اول نوع اللي هو الايديال ايه، الايديال دايود. باختصار الايديال دايود دوت ده السيمبول بتاعه في الايه، في السيركت. في العادي الدايود دوت المفروض بيبقى عليه فولتج في، وعلى حسب قيمه الفولتج ديت الكارنت لا اما بيعدي لا اما ما بيعديش، تمام؟ او زي المثال اللي ايه اللي الدكتور ضرب معاكم في المحاضره، ان ده كانه فالف بس ايه، في وان دايركشن. فاحنا لما جينا اتعاملنا الاسبوع اللي فات احنا اتعاملنا مع الايه، مع الايديال دايود. احنا قلنا الدايود دوت عندك تو كيسز ليه، او عندك تو ستيتس ليه. التو ستيتس دولت لا اما يكون هو فورورد بايس لا اما يكون هو ريفرس بايس. ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على قيمه الفولتج اللي محطوط عليه. لو قيمه الفولتج اللي على التيرمينال ده اعلى من التيرمينال دوت، فبالتالي يبقى فورورد بايس، فانت بتقوم شايل الدايود دوت وحاطط مكانه شورت سيركت. اما لو قيمه الفولتج اللي موجود هنا اعلى من اللي موجود هنا، فبالتالي انت بتبقى ايه، ريفرس بايسد، فبتبقى اوبن سيركت. وشفنا امثله على الايه، على الكلام ده. طبعا كل الامثله اللي احنا شفناها كانت تعتبر ايه، امثله بسيطه، كانت فكرتها الاساسيه انك تقدر تجيب لي قيمه الايه، الاوتبوت اعتمادا على شكل الانبوت، وفي نفس الوقت برضه توصف لي حاجه اسمها الايه، الفي تي سي او الفولتج ترانسفير ايه، الفولتج ترانسفير ايه كاركترستكس. تمام كده. طيب تعالى بقى النهارده نبدا ايه، نصعب شويه الموديل. المفروض زي ما انتم شفتوا مع الدكتور في المحاضره، الريليشن اللي بتربط ما بين الفي والاي اللي موجودين على الدايود ده بالنسبه لي البي ان جانكشن، او بالنسبه للدايود، بس هنشيل كلمه ايديال، هي فعلا ما بتبقاش حاجه عامله زي كده. يعني لو جينا قلنا مثلا ان ده الفي وده الاي، فاللي انتم شفتوه في المحاضرات اللي في الاول كانت ان ايه، في الايديال هو بيبقى حاجه عامله كده، تمام؟ طيب فعليا بقى لا، الكان دوت بيبقى واخد كده ديستريبيوشن، الديستريبيوشن ده بيبقى اكسبوننشال، تمام؟ طيب احنا هنا عشان نبسط الدنيا على نفسينا، احنا مش هنتعامل مع الموديل اللي هو الاكسبوننشال ده، امال هنتعامل ايه؟ هنتعامل مع موديل تقريبي شويه، اللي هو ايه؟ هنعتبر ان الدايت دوت لو احنا كنا شغالين فورورد بايس، احنا هنتعامل كان الدايت ده كونستانت فولتج دروب. يعني ايه؟ يعني كانه باتر، تمام؟ الباتر ديت دي بتكون البولاريتي بتاعتها، البولاريتي بتاعتها بتكون على الايه؟ على البوزيتيف ايه؟ تيرمينال، وطبعا النيجاتيف بيكون على الايه؟ على النيجاتيف تيرمينال، تمام؟ يبقى ايه اللي احنا عملناه؟ اللي احنا عملناه بكل بساطه ان احنا بدل ما بنتعامل مع الدايود على انه شورت سيركت او اوبن سيركت اللي هو الايديال دايود، لا احنا هنصعب الايه؟ الموديل شويه، او هنخليه فيه ايه؟ شويه زي ما نقول كده حاجه تلائم الايه؟ الكيس اللي هي ايه؟ بتاعت الموديل بتاعت البي ان جانكشن. فعليا هو المفروض الكان دوت يكون ايه؟ كونستانت كده مضروب في اكسبوننشال، وتبدا بقى تحل بالشكل ده. بس طبعا ساعتها هتلاقي ايه؟ السيركتس بتاعتك ايه؟ عك. فاحنا برضو بناخد تقريب، ولكنه ايه؟ تقريب اقل من التقريب اللي كان موجود فين؟ في الكيس الاولاني، تمام؟ طيب فاحنا هنشتغل بالايه؟ بالموديل اللي هو بتاع الكونستانت الكونستانت فولتج دروب موديل. طيب في العاده ده بيكون كام؟ 0.7. لو جه هو في الامتحان ما ادكش قيمه، انت هتشتغل بال 0.7. لو اداك قيمه ثانيه هتشتغل بالقيمه اللي هو اداها لك. طب لو ما قالش هتشتغل بال 0.7. خلاص كده؟ يبقى هو لا يقول لك 0.7، لا يقول لك اي فاليو ثانيه، لا ايه؟ ما يقولكش. لو ما قالكش على طول انت بتفترض ان ايه؟ 0.7. طيب ده في الحاله بتاعت الايه؟ الفورورد بايز. طب الريفرس بايز برضه بيفضل اوبن سيرك، ما بيحصلش فيه ايه؟ اي تغيير. تمام كده؟ ده لو انا بتعامل مع ايه؟ مع بي ان جانكشن. طب سؤال، لو جه في الامتحان اصلا جاب لي مثلا رسمه، ايا كانت الرسمه، حاجه عامله زي كده، وما قاليش ده نوعه ايه؟ هتتعامل على ايه؟ تتعامل على انه بي ان جانكشن. تمام؟ لازم هو يقول لك ان ده ايديال. اوكي كده، عشان النقطه دي مهمه، لازم هو يقول لك في السؤال ان الحاجه دي ايديال. لو ما قالكش ان هو ايديال ما تفترضش ان هو ايديال. اوكي. طيب فدي نقطه ايه مهمه جدا انك تبقى ايه فاهم. طيب ده كده الايه، نوعين من الدايت، او بلاش اقول نوعين، هو ده يعتبر حاله مو سبيسيفيك عن الايه، عن الحاله اللي كانت موجوده هنا. تعالى بقى ننزل للنوع الثالث من الدايت، حاجه اسمها الايه، الزينر دايت. ايه بقى الزينر دايت؟ اولا السيمبول بتاعه هو مختلف شويه،
ليه؟ لانك بتلاقي على التيرمينال ده حافظ زد محطوط بالشكل ده كده. اوكي؟ فشكله في السيركت بيبقى واضح ان ده اسمه زينر دايود. طب ايه الزينر دايود ده؟ قال لك هو نفسه البي ان جنكشن العادي، بس الفكره كلها ان هو المنطقه بتاعت الشغل بتاعته ما بتبقاش في الفورورد، بتبقى في الريفرس. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ انت كنت بتقسم الدنيا قبل كده في البي ان جنكشن او في الايدل دايود لتو كيسز، يا اما فورورد فايز يا اما ايه؟ ريفرس فايز. يعني انا على كنت ايه؟ على كنت البوب. الزينر دايود لا، بيقسمهم بقى لثلاثه ايه؟ لثلاثه ريجن او ثلاثه ستيتس. الستيت الاولى اللي هي الفورورد فايز، اللي هو ايه؟ لو كنت الفولتج هنا اعلى من هنا فانت يا اما هتشتغل شورت سيركت يا اما كونستانت فولتج دروب موديل، على حسب هو في المساله هيقول لك ايه. على حسب هو في المساله هيقول لك ايه. طيب الفورورد فايز ده ما فيهوش حاجه صعبه، احنا كده تعرفين طالما الفولتج هنا اكبر من الفولتج هنا فما فيش مشكله، ده عادي. الجديد بقى ايه؟ ان هو الرينج بتاع الريفرس بايز ده هو اما قسمه حتتين، حته اسمها ريفرس بايز وحته اسمها ريفرس بريك داون. الريفرس بايز هتفضل زي ما هي اوبن سيرف. طب دي تتحقق امتى؟ لو كنت الفولت اللي هنا اكبر من اللي هنا. طب امتى بقى اخش ريفرس بريك داون؟ لو كنت الفولت اللي هنا بقى اعلى من قيمه الفولت اللي هنا بحاجه اسمها ايه؟ ديزل، اللي هي الفي بريك داون. تمام كده؟ يبقى انت لو حصل ان كنت الفولت اللي موجوده هنا بقت اعلى من كنت الفولت اللي موجوده هنا تخش ساعتها في حاجه اسمها الايه؟ الريفرس بريك داون. طيب في الريفرس بريك داون بقى ايه اللي بيحصل؟ بنجيب الدايت دوت وبنقوم معوضينه بايه؟ بفتر وبرزستنس. الفتر بيبقى اسمها في زد نوت وريزستنس بيبقى اسمها ار زد، وبنقول ان الفرنش اللي متوصل فيه ايه؟ الزينر دايت ده ماشي فيه كارنت اسمه ايزل. اللي بيظبط الريليشن دي كده كلها مع بعض لو انت في حاجه مجهوله وعايز تجيبها، ان البي زد دوت بيساوي البي زد نوت زائد ايزل في ايزل. تمام كده؟ طيب هنفهم الايه؟ الزينر دايت ده، بس خلينا الاول ايه؟ نشتغل مع البي ان جنكشن. طيب أول مسألة هي المسألة رقم 3 موجودة معانا في الشيت. مسألة هو جايب لك سيركت زي ده. أوكي؟ السيركت ديت بيقول لك الآتي. أنا عايزك من السيركت اللي موجودة قدامك دي تحسب لي قيمة الإيه؟ الـ V output وتحسب لي قيمة الإيه؟ تحسب لي قيمة الـ current. طيب ايه الحاجات اللي هو مديهاني جيفن؟ هو بيقول لك ان التو دايودز اللي انت شغال عليهم هنا دول بي ان جنكشن. تمام؟ طيب لما انا اجي عايز احل المساله دي ايه اول حاجه لازم انا افكر فيها؟ ايه؟ اعرف الستيتس بتاعت الدايود، اعرف ده الستيت بتاعته ايه وده الستيت بتاعته ايه. ليه؟ لان انا لو عرفت ده فورورد ولا ريفرس وده فورورد ولا ريفرس انا كده هعرف احل المساله. تمام؟ فاول حاجه في المساله بتاعت الدايودز، سواء بقى انت شغال ايديال سواء انت شغال بي ان جنكشن، انت لازم تحدد الستيتس بتاعت الدايودز اللي موجوده عندك. كل المسائل اللي احنا حليناها الاسبوع اللي فات هي كانت مسائل سهله واضحه مفيش فيها ايه صعوبه، سهل جدا انك تعرف تحدد ايه هو فورورد ولا ريفرس لان الفولتج اللي كان موجود عليه كان واضح. طب انا لو جات لي حاجه مكلكعه زي كده معوضة في الاعتبار حاجة، بعيدا بقى ده كان ايديال ولا كان بي ان جنكشن، احنا دلوقتي جات لنا مسألة وبيقول لك حل. ايه اللي انت بتعمله عشان تعرف تحل المسألة ديت؟ ايه؟ سؤال، هل تعرف انت تعملها هنا؟ انت هتقول لي البوينت دي اللي هي اسمها في، تعرف تجيب الفولت بتاعها؟ لا، فين نيجاتيف 10؟ مش في هنا كارنت المفروض هيمشي؟ انت خد بالك انت ما معكش حاجه في المساله دي خالص، انت الحاجه الوحيده اللي معاك ان كنت الفولت اللي هنا 10 وهنا سالب 10 وهنا ريزيستنس 5 وهنا ريزيستنس 10 كيلو. اي حاجه ثانيه في المساله مش معاك. ماشي، فين اللي يساعدك انك تجيب كده؟ انت معاك حاجه في الدايره؟ ايه اللي معاك؟
اي نعمل بيهم ايه؟ ايوه يعني انت عايز تجيب الكرنت هنا كده في اللوب دي؟ ماشي انا مش معترض، بس سؤال، ما انت عندك الدايت ده قافل لك الدنيا. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده بس، تعملوا شورت سيركت ليه؟ ثانيه واحده، انت ايش ضمنك؟ انت معنى انك عملت شورت سيركت انت كده بتتعامل ان هو ايديال دايت، والمساله اصلا بتقول لك ده بان جانكشن، ده فتح كلام. ماشي، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت ايش ضمنك؟ انت عندك حاجه في السيركت تقول لك ان قيمه الفولت اللي هنا دي هتطلع اكبر من قيمه الفولت اللي هنا دي؟ اقول لك على حاجه، سيب دي، شيل هنا السالب 10 خليها 10. تقدر انت تحدد؟ الاجابه الاساسيه ان انت مش هتعرف تحدد. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده يتطبق على البي ان جانكشن ويتطبق على الايديال دايت، يتطبق على اي كيس. يعني حتى المسائل اللي احنا قلناها الاسبوع اللي فات لو انت رجعت لها تاني وبصيت لها ممكن تطبق عليها نفس الكلام اللي احنا هنقول. طيب انا مش عارف هنا كده الدنيا هتمشي ازاي، ايه الحل؟ اسيوم، هفرض وحل، وبعد ما احل اشوف الحل بتاعي ده صح ولا غلط، وارجع لو في ايه، لو في حاجه غلط. تمام، ايه؟ لا ممكن يبقى فيه assumption. انا هسألك سؤال بسيط كده، انت خد بالك انت بتقسم وتشوف الحاجه دي صح ولا غلط وبعد كده ترجع تقوم قايل ايه تمام او هغير. دلوقتي انت عندك اتنين دايت في المساله صح؟ السؤال الاولي، ايه هي الاحتمالات اللي ممكن الدايتس دي تكون موجوده فيها؟ لا اما فورورد فورورد، لا اما فورورد ريفرس، لا اما ريفرس فورورد، لا اما ريفرس ريفرس. يبقى انت عندك اربع احتمالات تمام. فانت هتقول الطبيعي ان انا همشي في الاربع سكك، واللي تصيب معايا ربنا يسهل هي دي اللي ايه، هي دي اللي هتبقى صح. ماشي، بس ممكن انت في الاول كده تبص تقوم قايل والله انا متوقع ان هنا ممكن المساله دي ده يكون فورورد وده يكون فورورد، او ده يكون فورورد بس ده ممكن يكون ريفرس. انا هنا بقول تتوقع، مش معنى كده ان توقعك ده بالضوء هيبقى صحيح. الناس تركز معايا في الحته دي. طيب بشكل مبدئي لو انا جيت قلت لك انت متوقع من قبل ما تحل المساله كده وانت داخل عليها ده هيبقى فورورد وده هيبقى فورورد، ولا ده فورورد وده ريفرس، ولا ده فورورد وده ريفرس، ولا الاثنين ريفرس، كتوقع بشكل مبدئي الاثنين فورورد. طب كم واحد بيقول الاثنين فورورد يرفع ايده؟ طيب فورورد وريفرس تمام، و اللي بيقول يعني ريفرس او فورورد بقى يعني العكس بقى اللي هو الكيس الثانيه ان ده يبقى ريفرس وده اللي يبقى فورورد، غالبا مفيش حد. واخر حاجه الاثنين ريفرس. طيب حته ان الاثنين ريفرس دي صعبه واضحه يعني. طب الاثنين فورورد تعال نبص عليها دلوقتي. لو انا جيت كده قربتها ده ممكن يكون فورورد ليه؟ الفولت اللي موجود هنا 10، هنا هيحصل فولتج دروب في الاخر، مش هيتولد هنا عندك فولت. انا متوقع ان الفولت ده تقريبا ممكن يكون في حوالي كام قيمه قريبه من العشر. هنا انا عندي سالب 10، انا هيحصل برضه هنا عندي ايه فولتج دروب، فهنا هيبقى عندي قيمه فولت، الفولت دي برضه قيمتها ايه هتبقى تقريبا قريبه من السالب 10. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا هنا عندي فولت بوزيتيف وعندي هنا فولت نيجاتيف، يبقى ده ممكن يكون فورورد. تعالى هنا، انا هنا عندي فولت زيرو ده اللي واضح، وهنا انا بقول ان الفولت اللي هيبقى موجود هنا ده هيبقى بالنيجاتيف، يبقى اكيد ده برضه ممكن يكون ايه، بلاش اقول اكيد، يبقى متوقع ده برضه يكون ايه حلو. يبقى انا هبدا الاسامبشن بتاعي كده، هاسيوم ان ايه، ان دي 1 ودي 2 ار ايه، ار فورورد بايس تمام. وبعد كده هنتاكد ان الاسامبشن بتاعنا ده صح ولا غلط. طيب ساعتها ايه اللي هيحصل في الدايره بتاعتي؟ هيبقى عندك هنا 10، هنا عندك 10 كي، ما زال هنا الكرنت اللي ماشي اي، هنا عندك في اوت، هنا هيبقى عندك باتري 0.7 فولت، وهنا باتري 0.7 فولت، دي جراوند 5 كي. شباب الهمهمه تسكت،
طيب ده كده شكل الايه الدايره بتاعتي. تمام الصوت يا جماعه. طيب ايه اللي انا عايز اعمله؟ انت في الاساس اصلا عايز تجيب الفي اوت وعايز تجيب الاي. طب سؤال، هنا انا عارف اجيبهم كده؟ اه سهله. ازاي؟ اول حاجه خالص، انا لو عايز اجيب الفي اوت انا ممكن اجيب كونت الكرنت من الايه، من اي سلك بقى من الاسلاك ديت، صح كده ولا ايه؟ طيب بس هنا في سؤال مهم، هل انا محتاج ان انا اعمل كده ولا في طريقه اسهل؟ والله في طريقه اسهل. لو انا جيت بصيت على النقطه ديت، انا عارف الفولت بتاعها بيساوي كام، ما هو عندك سكه هنا اقصى. تعال نسمي النقطه دي مثلا في اوف اكس. انا عارف ان الفي اوف اكس هنا ده بيساوي نيجاتيف 0.7 فولت، صح كده؟ حلو. ده انا كده ايه الفولت بتاع النقطه دي. والفي اوت هجيبه ازاي؟ انا عندي هنا فولت بكام وعندي هنا فولت بكام وعندي هنا كام؟ اعرف هنا، اعرف من هنا اجيب الايه الكرنت. يعني انا ممكن اقول ان الاي دوت هو عباره عن ايه، 10 ماينس 0.7 مقسوم على كام. طيب لو انا كده قدرت ان انا اجيب قيمه الكرنت، هعرف اجيب قيمه الفولتج. او ممكن اجيبها ازاي تاني، ان انا اوريدي عارف ان دي 0.7 وعارف ان الفولت بتاع النقطه دي كام، نيجاتيف 0.7، يبقى ساعتها انا عارف ان الفي اوت هو عباره عن 0.7 زائد قيمه الفي اكس اللي هي هتطلع لي بكام. انا بقول لك السكك المختلفه اللي انت ممكن تحل بيها. الناس كده فاهمه انا عملت ايه ولا لا؟ يبقى انا اول حاجه خالص جبت الفولت بتاع النقطه دي، انا بقول دي احد الطرق، جبت الفولت بتاع النقطه دي ازاي؟ لان هو عندي واضح هنا كده ان هو بيساوي نيجاتيف 0.7. عايز اجيب قيمه الفي اوت، ممكن امشي باي سك، احد السكك ان انا اجيب قيمه الكرنت، وبعد ما اجيب قيمه الكرنت اقوم قايل ان الفي اوت هو عباره عن 10 ماينس اي في 10. او الطريقه الاسهل ان الفي اوتبوت ده بيساوي ال 0.7 زائد النقطه دي اللي اسمها ايه؟ في اوف اكس. 0.7 والفي اوف اكس اصلا انا كنت مطلعه بنيجاتيف 0.7، فالفي اوتبوت يطلع لي بكام؟ بزيرو. ده كده كان اول حاجه مطلوبه مني. الحاجه الثانيه مطلوب مني ان انا احسب قيمه الايه؟ قيمه الكرنت. في 100 سكه وسكه، اسهلهم 10 ماينس الفي اوت مقسوم على كام؟ على قيمه الايه؟ ال 10 كي ديت. فهنا دي المفروض تبقى كام؟ تبقى زيرو. دي النقطه اللي انا كنت مستني حد يقولها. هو البتاع وقع ولا ايه؟ طيب ليه هنا ما كنتش ينفع احط ال 0.7؟ عشان انت لسه هتكمل بقيه الايه؟ بقيه السكه دي. السكشن ده هيبقى عذاب. طيب حد كده واقع منه الدنيا ولا ايه؟ لا انا ما قلتش، انا بقول لك انت دلوقتي واقف عند النقطه دي عايز تجيب الفولت، هنا هتجيبه ازاي؟ شوف اي سكه رايحه للجراوند. ايه السكك اللي رايحه للجراوند؟ 0.7، بعد كده مشيت 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 وقمت داخل هنا كده، فانت شفت 0.7 ماينس 0.7. تمام. نقطة بقى اللي انا كنت بقولها، لما انا هنا كتبت قيمه الاي، انا في الاول كتبتها 10 ماينس ال 0.7 مقسوم على 10. ليه ده كان غلط؟ عشان انت لازم تكمل بقيه الايه؟ السكه لحد ما توصل للجراوند. الناس فاهمه الكلام ولا ايه؟ دلوقتي انا عايز اجيب قيمه الكرنت، تمام كده؟ الكرنت ده بيتجاب ازاي؟ ان انت يكون عندك بوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين مقسوم على قيمه الامبيدنس ما بينهم، او لو احنا بنتكلم على كده قيمه الريزيستنس اللي ما بينهم، صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز اجيب قيمه الكرنت اللي هو اسمه اي دوت، عباره عن ايه؟ النقطه دي واضحه ليها 10 فولت. طب النقطه الثانيه فين؟ انا قلت لك النقطه الثانيه هي دي. هتقول لي طب ما انا هنا شايف 0.7، سؤال هل دي متوصله على الجراوند؟ اقول لك على حاجه هتتلخبط او حاسس انك مش شايفها، شيل دي كده خالص واعتبر ان انا قلت لك ان النقطه دي كده بالنسبه لي الجراوند بتاعتك، او مش بالنسبه للجراوند بتاعتك، بالنسبه للنقطه اللي تحتها ديت ب 0.7. الناس فاهمه الحته دي ولا لا؟
يعني ايه؟ يعني كاني كده جيت فتحت لك في الدايره حته كده قلت لك ده بالنسبه لده هو 0.7. فانت لو جيت تجيب الكارنت ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي، النقطه دي اصلا لسه ليها ريفرنس، تمام؟ فبالتالي ما ينفعش تعمل كده. ايه بقى اللي كان صح يتعمل؟ انك لازم تاخد من النقطه ديت لحد ما توصل فين؟ للجراوند. ده اللي انا كنت مستني ان حد ايه، ان حد يقول، بس مش مشكله. طيب فكده قيمه الكارنت ده هيبقى بيساوي كام؟ 1 ملي امبير، صح كده؟ انا كده حليت المساله. بس سؤال، هل انا كده متاكد ان الفرض بتاعي ده صح؟ طب سؤال، انا اتفكر انا اتاكد من الفرض بتاعي ده ازاي؟ اول طريقه انك تحسبها من الفولتج. بس هتقول لي لو انا جيت حسبتها من الفولتج، انا اوريدي اصلا لما حطيت الباترز دي انا بقصر على قيمه الفولت اللي موجود في السيركت، صح ولا انا غلطان؟ يبقى ايه هو الحل التاني؟ اجيب قيمه الكارنت. لو قيمه الكارنت اللي بتعدي خلال الدايود ده وخلال الدايود ده بالبوزيتيف، يبقى معنى كده ايه؟ ان الدايود دوت فورورد بايس. تاني، لو قيمه الكارنت اللي بتعدي هنا وقيمه الكارنت اللي بتعدي هنا الاثنين بالبوزيتيف، يبقى فعلا الفرض بتاعي صح. ليه؟ لان انا بقول الفولت هنا اكبر من هنا والكارنت بيمشي في الاتجاه ده. طيب تعال نحسب قيمه الكارنت اللي ماشي في الدايود ده واللي ماشي في الدايود ده. اللي ماشي في الدايود الاولاني هو الاي، الاي ده بكام؟ بوزيتيف. حلو، يبقى الفرض بتاعنا في الحته دي كده صح. عايزين نجيب قيمه الكارنت بقى اللي هيبقى ماشي فين؟ اللي يبقى ماشي هنا كده، وخد بالك من الاتجاه. طب ده انا اجيبه ازاي؟ هتقول لي انا معايا قيمه الكارنت اللي موجود هنا ده، وفي نفس الوقت معايا ايه؟ قيمه الكارنت اللي موجود هنا. طب قيمه الكارنت اللي موجود هنا اجيبه ازاي؟ لو سمينا دي مثلا اي 2 مثلا، فانت هتقول لي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن قيمه الفي اكس ماينس الكلام ده مقسوم على ايه؟ على 5 كي. واطلع قيمه الايه؟ واطلع قيمه الكارنت ده بيساوي كام؟ على ما اعتقد كان هو انا عارف هيطلع 1.86 ان لم اكن مخطئ، تمام؟ طيب الاي بقى اللي ماشي في الدايود ده، تعال نسميها مثلا اي دايود. الاي اللي ماشي في الدايود ده هو عباره عن ايه؟ انا من هنا داخل لي واحد، والمفروض بيطلع هنا اوتبوت في النهايه قيمته كام؟ 1.86. يبقى الكارنت اللي اوريدي ماشي في الدايود ده هيبقى كام؟ 0.86 ملي ايه؟ ملي امبير. سؤال، هل قيمه الكارنت اللي ماشي كده ده بوزيتيف؟ يبقى انا كده الفرض بتاعي التاني صح. يبقى انا كده انا حليت مسالتي. امتى بقى هتبقى عندك مشكله في المساله؟ لو قيمه واحده من الاثنين دايودز دول طلعت بالنيجاتيف، فساعتها ايه؟ لا، يبقى الاسامبشن ده مش مظبوط، واروح للايه؟ ايه؟ لا، قيمه الاي اللي ماشيه في الدايد. ما انت خد بالك، مثلا تعال نفترض مثلا فرض دي طلعت بالبوزيتيف بس اللي هنا دي طلعت بالنيجاتيف، يبقى ساعتها ايه؟ الاسامبشن اللي كان موجود هنا ده هو اللي غلط. او ما رايح للكيس اللي بعدها، ايه هي الكيس اللي بعدها؟ افرض ان ده فورورد بايس، وافرض ان ده ايه؟ ريفرس بايس، تمام؟ انا بقول في الغالب، لكن ممكن بعد ما انت تفرض الفرض التاني ده برضه وتحسب قيمه الكارنت تلاقي السيركت بتطلع لك فيه ازمه. ما انت خد بالك، احنا اتفقنا ان المساله بتاعتي نتيجه ان فيها اتنين دايد، فانا عندي 4 احتمالات، تمام كده؟ من كتر ما انت هتحل هتلاقي ان انت هتقدر تخمن تقريبا الدايدز دي الاستاتس بتاعتها ازاي، بس انت مش هتعرف تبقى متاكد 100% الا لما ايه؟ تختبر من قيمه الكارنتس اللي بتبقى موجوده فين؟ في الدايره بتاعتك. لا، هو هسالك سؤال بسيط، واحده واحده كده. دلوقتي بشكل مبدئي انت هنا عندك ال 10 فولت، صح؟ احنا متاكدين كده بسم الله الرحمن الرحيم ان اكيد الكارنت هيخرج، صح كده ولا انا غلطان؟ حلو، فانت عارف قيمه الكارنت ده ماشي عامل ازاي. احسب بقى اي حاجه تانية في السيركت اعتمادا على الكارنت ده. فاهم قصدي ولا لا؟ ها؟ فين؟ لما جيت حسبت الاي؟
لان انا هنا لما جيت حسبت الفي اوتبوت انا حسبته ايه؟ هسألك سؤال، عايز احسب الفي اوتبوت، ايه السكك اللي انا ممكن امشيها؟ لامشي كده لامشي كده. انت عايز تروح للجراوند، مش الجراوند، انت عايز تروح لريفرنس فولتج اللي هو هنا. لا اما ها يا جماعه كده الدنيا واضحه؟ البوزيتيف على البوزيتيف والنيجاتيف على النيجاتيف. لو كانت واحده ريفرس حلوه قوي. تعالى بقى ايه نفكر فيها دلوقتي. انت ايه، تعالى نفترض مثلا في المساله خليت مثلا نقول الدايت ده هو اللي ريفرس. لما الدايت ده كده هيبقى ريفرس، فده المفروض كده هيبقى ايه؟ اوبن سيركت. هل هيمشي فيه كارنت؟ يبقى ايه الكونديشن بقى اللي انت تتاكد منه؟ قيمه الفولت اللي عليه فعلا بالنيجاتيف ولا لا؟ تمام كده يا جماعه؟ ما هو الكارنت اكيد هيبقى بصفر لانه اوبن سيركت. فانت تتاكد بقى من باقي المساله ان قيمه الفولت اللي عليه هي فعلا بتحقق ان هو يبقى في ريفرس. ايه؟ اللي هي في الحاله بتاعتنا الفي اكس ماينس الفي جراوند. واضح كده يا جماعه؟ الدنيا كده واضحة؟ في حد تايه في حاجة؟ الفي جراوند. أيوة، ما بص أنت عايز تتأكد من إيه؟ إن الفولت اللي هنا أكبر من اللي هنا، اللي هنا أكبر من اللي هنا عشان تتأكد إن هو ريفرس. تمام كده يا جماعة؟ الدنيا واضحة؟ طيب مش مستوعب الاي دي. بص لها في المساله الاصليه، الكارنت المفروض لو ده فورورد بايس يمشي ازاي، ولو ده فورورد بايس يمشي ازاي. شايف الاتجاهات دي؟ حطها هنا في المساله. ايه لا، ما انا شباب صوت اللي انا بقوله جاي منين ده بيعتمد على ايه؟ على المساله في الاساس شغاله ازاي. انت عايز الكارنت يبقى عامل كده، هل هو عامل كده ولا لا؟ دي اعرف انا احددها ازاي. تعالى بقى نبص للمساله. المساله بتاعتي انا عندي هنا في فولت 10، فطبيعي الكارنت هيبقى خارج منه كده. شايف بقى قيمه الكارنت ديت، احسبها وشوف السيركت بقيتها كلها هتتصرف ازاي، وهل هي في الاخر هتوصل لك انك تجيب قيمه الكارنت في الاتجاه ده هنا وفي الاتجاه ده هنا ولا لا. يعني انا هنا لما جيت حسبت الاي حسبتها ازاي؟ جبت قيمتها وقلت لك هنا انا عايز احسب قيمه الكارنت اللي ماشي هنا. طب انا عرفت منين ان هو ماشي هنا؟ دي سالب 10 ودي صفر، او سوري دي نيجاتيف 0.7، فطبيعي الكارنت هيمشي منين؟ انا متاكد، فحسبت قيمه الاي 2. دي ودي مع بعض ادوني ان قيمه الكارنت اللي هيبقى ماشي هنا لازم يكون اتجاهه كده، ودي الفاليو بتاعته. لو الفاليو دي كانت بالسالب ساعتها يبقى الاسامبشن غلط. اعمل انا ايه؟ اقوم قايل شيل الاسامبشن ديت وافترض ان ده مثلا ريفرس وده فورورد. انت عندك بقى كومباينيشنز مختلفه وابدا اشتغل. طب انا لو عندي حاجه ريفرس اتاكد ازاي ان هي ريفرس؟ الكونديشن بتاع الكارنت ما ينفعش. اتاكد من كونديشن الفولتج. طب اتاكد منه ازاي؟ بعد ما تكون حليت كل حاجه في الدايره، جيب الفولتج على التيرمينال ده والفولتج على التيرمينال ده اعلى، تمام، يبقى انا كده الاسامبشن بتاعي صح. طب مش كده؟ لا، يبقى الاسامبشن ده غلط، واخش على الاسامبشن اللي بعده. في الاخر لازم في واحد منهم هيظبط. تمام كده يا شباب؟ طيب دي كده ايه اول مساله احنا عايزين ايه نتكلم عليها. طيب المساله اللي هي السته والمساله اللي هي السبعه اللي موجودين في الشيت. طيب شباب انا مش عايز اسمع صوت همهمه. اللي مش عايز يقعد في السكشن يتفضل لحد ما ميعاد الكويز يجي، بعد كده يخش يمتحن. هتقعد ما تتكلمش لما تكون عايز تسأل بس كده. طيب زي ما انا قلت في اول السكشن، لو هو ما ادهلكش فانت هتحط 0.7، او لو هو قال لك 0.7 ايه الكيس الوحيده اللي تغيرها فيه؟ لو جه في المساله كده قال لك اشتغل بفولت غير ال 0.7، اشتغل بواحد فولت، اشتغل ب 0.5. ساعات بتبقى في مسائل ب 0.5 وساعات بتبقى في مسائل بواحد فولت. تمام؟ طيب
مسألة بقى رقم 6 ومسألة رقم 7 دول على الايه؟ على الزينر دايت. طيب احنا قلنا الزينر دايت ده ايه هو الاختلاف اللي ما بينه وما بين الدايتز العادية؟ ان هو بيبقى عنده ستيت او عنده ريجن تالتة غير التو ريجنز اللي احنا متعودين عليهم. اللي احنا متعودين عليهم هما الايه؟ الفورورد والريفرس. الفورورد الفولت هنا اكبر من هنا، الريفرس الفولت هنا اكبر من هنا. طب لو الفولت هنا بقى اكبر من هنا بقيمة عالية، يعني ايه بقيمة عالية؟ يعني بقيمة عدت حاجة اسمها البريك داون، ساعتها الزينر ده بيشتغل. يعني دايما هتلاقي مسائل الزينر دايت دي دايما هي بتبقى موجودة في اني رينج؟ في الرينج بتاع الريفرس بريك داون ده، تمام؟ بيخلوا الفولت اللي محطوط هنا اكبر من اللي محطوط هنا بقيمة اسمها في اوف زد. ساعتها انا بعمل ايه؟ بقوم شغال على الدايت ده كأنه ايه؟ بالموديل ده فاتري وايه؟ وريزيستنس. ديت ماشي. المسألة ديت واضحة. مين قالك ان كل المسائل اللي انت هتشوفها بعد كده هتبقى واضحة؟ بس طيب تمام. ففي الغالب الشغل بتاع الزينر دايت هتلاقيه دايما بيبقى موجود فين؟ في ريفرس بريك داون، تمام. طيب تعال بقى ايه نشوف تطبيق على الايه؟ على الريجنز الكامله بتاعت الزينر دايت، وبعد كده تطبيق على الايه؟ على الريجن بتاعت البريك داون. دلوقتي هو جايب لك مساله، المساله دي شبه الايه اللي احنا اتكلمنا عنهم الاسبوع اللي فات، وبيقول لك انا عايز ترسم الفي تي سي، وعايزك اعتمادا على قيمه الرسمه اللي انت رسمتها او فهمك للايه للدايره اللي موجوده دي، لو انت عندك انبوت بالشكل ده شكل الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي. طيب واحده واحده. دلوقتي احنا لما كنا بنيجي نشتغل في الحاله بتاعه الدايتس دي كنا بنقول ايه؟ حدد الستيتس بتاعه الدايت او حدد الريجنز بتاعه الدايت. بس المره دي انا بتعامل مع ايه؟ مع زينر دايت. فانا عندي كام ستيت؟ ثلاثة. طيب ايه هي الستيت الاولى؟ الفورورد بايس. ايه هي الفورورد بايس؟ ما قيمه الفولت اللي هنا يكون اكبر من قيمه الايه؟ الفولت اللي هنا. طب ده هيتحقق امتى؟ لما قيمه الفي انبوت ديت تبقى ايه؟ بوزيتيف. طالما هي اكبر من الزيرو فدول هيبقوا ايه؟ فورورد بايس. طب سؤال، هل هم يبقوا شورت سيركت ولا يبقوا كونستانت فولتج؟ على حسب اللي هو يديهولك في المساله، تمام. طب هو لو ما ادانيش حاجه هتعامل ان هم كونستانت فولتج. طب لو هو قال لي لا في الحاله بتاعه الفورورد بايس تعامل ان هو شورت سيركت، هتعامل ان هم شورت سيركت، تمام. في المساله بتاعتنا هو كان قايل ان هو ايه؟ هيبقى شورت سيركت، تمام. فبالتالي لو قيمه الفي انبوت دي بوزيتيف يبقى ساعتها الفي اوتبوت ايه اللي هيحصل له؟ طالما الفي انبوت بوزيتيف الفي اوتبوت ما هو ده شورت سيركت وده شورت سيركت، فبالتالي ده هيبقى زيرو. يبقى قيمه الفي اوتبوت هنا هتبقى بكام؟ بزيرو. طالما الفي انبوت بكام؟ بوزيتيف فاليو. طيب لو نيجاتيف فاليو هنا بقى نبدا ايه؟ نبدا الشغل بتاعنا. طالما ان انت اقل من قيمه الفي زد بتاع الدايود دوت يبقى انت في ريفرس. يعني ايه؟ يعني انت زيرو. واحد اتنين تلاته، خد بالك كل ده بالنيجاتيف. امتى بقى تخش بقى في ريفرس بريك داون؟ لما قيمه الفولت اللي تبقى محطوطه هنا تبقى مساويه لايه؟ لقيمه الفي زد. طبعا مش مساويه ليها، اللي هي ايه؟ عكسها. فانت بالتالي في الحاله بتاعت الريفرس ايه اللي بيحصل لك؟ ده بيبقى اوبن سيركت وده بيبقى اوبن سيركت، فبالتالي الفي اوتبوت هيبقى قيمته هو قيمه الفي انبوت اهي. امتى بقى الحكايه دي بتقف؟ لما تلاقي قيمه الفي انبوت بتاعتك ديت بقت بتساوي السالب بتاع الفي زد 1 زائد الفي زد 2. طيب ساعتها ايه اللي بيحصل؟ الدايت دوت بيقوم متحول للايه؟ للشكل ده، تمام. بس خد بالك من نقطة، ان الشكل دوت اصلا الفولت بتاعه كده ان توتال هو ايه؟ في زد. فبالتالي انت ممكن تبص له ان هو باتري وريزيستنس، ده لو هو اداك الفي زد نود واداك الار زد، او تبص له كانه ايه؟ باتري كبيره ليها قيمه ايه؟ في اوف زد. فبالتالي هنا نتيجه ان هو اداك الفي زد فانت هتتعامل كانه ايه؟ كانه باتري. يبقى كل ما قيمه الانبوت ده تقل ايه اللي هيحصل هنا بقى في الاوتبوت بتاعك؟ ده تحول لباتري وده تحول لباتري،
الباتري دي بقى اتجاهها البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت ولا النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت؟ بتعكس. تمام؟ فبالتالي هيبقى عندك الباتري دي لما نخش في البريك داون هيبقى شكلها عامل ازاي؟ VZ1 وVZ2. يبقى ساعتها قيمة الـ V output بتاعتك اللي انت هشايبها هتبقى عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن قيمة ده زائد ده بس بالايه؟ بالسالب. وطبعا كل ما انت تقلل قيمة الـ input هيفضل ثابت. ناس كده فهمت الزينر دايت بيشتغل ازاي؟ طيب على اساس بقى الـ VTC دوت حد يقدر هنا يقول لي شكل الـ V output هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى زيرو بالبوستيف، يعني الجزء البوستيف ده هو زيرو اهو. لما نخش بقى على الجزء الايه؟ النيجاتيف، هو هيفضل ماشي مع الانبوت بتاعي طالما ان انا قيمتي اكبر من النيجاتيف. ولما اقل عندها يثبت. طيب ده هنا هيبقى بيساوي كام؟ هو هنا مديها لك ب 6.8، ف 6.8 زائد 6.8 تدي كام؟ 13.6. تمام؟ فبالتالي انت هتفضل تقل 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 زي الانبوت، بعد كده تثبت، بعد كده ايه؟ ترجع تزيد تاني، حيث ان الفاليو اللي انت ثبتت عندها دي اللي هي كام؟ نيجاتيف 13.6 فولت. وطبعا هو كان مديك ان الامبليتيود بتاعه كام؟ 20. فبالتالي هو ايه؟ طبعا احنا اتكلمنا بقى المره اللي فاتت لو هو دي ما كانتش 20 مثلا كانت 10، فمعنى كده اصلا ان هو مش هيلحق يخش في الايه؟ في الرينج اللي هو بتاع البريك داون ده. طبعا انتوا فاهمين بقى الايه؟ الافكار اللي ممكن تيجي على الاساس دوت. حد كده عنده اي مشكله مع الكلام ده؟ لا بص صوت يا جماعه، انت عندك دايت اول حاجه خالص حدد نوعه، عرفت ان هو بي ان جانكشن فانت عارف ان هو ليه تو ستيت او ايديال دايت. زينر يبقى ليه ايه؟ 3 ستيت. ابدا بقى حدد هو انت في اني ستيت اصلا. بعد ما حددت الستيت شوف بقى انت هتبدلها باني موديل على حسب الجيفن اللي موجود عندك في المساله. تمام كده؟ طيب كده حد عنده مشكله في الجزئيه دي او في المساله دي؟ هي نفس المسائل اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات، بس الفكره كلها ايه؟ ان انت دلوقتي شغال على الزينر دايت، فانت ابتديت تتكلم على ايه؟ على ستيت زياده او على ريجن زياده في الايه؟ في المساله بتاعتك اللي هو الفورورد والريفرس والايه؟ والبريك داون. طيب تعال بقى نبص على الايه؟ على المساله ديت. المساله دي بيقول لي ايه؟ بيقول لك انت عندك السيركت بالشكل ده. تمام؟ السيركت ديت قيمة الـ VDD اللي متوصل عليها هو بيبقى 10 فولت. بس الفكرة كلها نتيجة إن ساعات بيبقى فيه مانيفاكتشر ايرور أو فيه حاجات والسورس ده بيتصنع، فالفاليو بتاعه بيفاري بلس أو ماينس 1. تمام؟ يعني في العادي أنا نفسي الفولت ده يبقى بكام؟ بـ 10. بس أنا كل ما بوصله في السيركت ممكن يحصل اختلاف، الاختلاف ده اقصى قيمه ليه يكون بوزيتيف 1 يعني ده يبقى 11 فولت، واقل قيمه ليه يبقى كام؟ 9 فولت. تمام؟ او ممكن يكون حاجه في الوسط. هو في الاخر كل ما انت بتركبه انت ونصيبك. تمام كده يا جماعه؟ طيب وفي نفس الوقت انت جيت وصلت عليه الدايره دي، بيجي يطلب بقى شويه ايه ريكويرمنتس على الدايره دي. اول حاجه خالص بيقول لك ايه؟ ان الزينر دايود ده ليه شوية مواصفات. ايه المواصفات؟ ان الـ VZ بيكون 6.8 فولت، ده لو الـ IZ كان بـ 5 ملي أمبير والـ RZ كان بـ 20 ايه؟ أوم. ايه معنى الكلام ده؟ الحتة دي كده هو بيوصف لك الزينر دايود لما بيكون شغال في البريك داون، بفرض ان الدايود ده حاجة مستقلة. تمام؟ طيب سؤال، لو انا عندي الدايود بتاعي بالشكل ده كده، حد مشغل حاجه؟ لو انا عندي الدايت بتاعي بالشكل ده كده، انا ممكن اقول ايه؟ ان هو بيتحول للموديل اللي موجود هناك.
بس خد بالك من حاجه، هو هنا مديك الايه الفي زد ومديك الاي زد ومديك الايه الار زد، فانت ممكن من خلال التفصيله دي تعرف تحسب الايه الفي زد نوت بيساوي كام، اعتمادا على ان قيمه الفي زد اصلا هي عباره عن في زد نوت زائد ايه اي زد في ار زد، فانت تعرف كده تجيب قيمه الفي زد نوت بتساوي كام. ده خد بالك الدايود ده لوحده، ده من لسه قبل ما نحطه في المساله ماشي. طيب جه بعد كده قال لك ايه، انا عايزك تحسب بالمساله بقى، انا عايزك تحسب قيمه الفي اوتبوت بتاعك هتساوي كام بفرض انك انت شغال مفيش لود موجود عندك في المساله، وفي نفس الوقت انت شغال على النومينال فاليو بتاع الايه الفي دي دي، النومينال فاليو اللي هو الفاليو الايه الاساسي اللي هو كام 10 فولت، وبفرض برضه ان المساله دي مش متوصل فيها ايه ار ال، يبقى انت المساله بتاعتك اتحولت لايه، تحولت انك عندك الفي دي دي اهو، عندك الريزيستنس اللي هي 0.5 كي، والمفروض عندك الايه الزينر دايت متوصل اهو كده على الايه على الجراوند بالشكل ده، وهنا ده كده هو الايه هو الفي اوت اللي هو في العادي هيبقى الفي زد، بس خد بالك من نقطه، الشكل ده بتوصل في دايره اللي جيفن اللي هو كان مديها لك هنا دي هي ما كانتش ايه ما كانتش متوصله في دايره، ده هو بيديك معلومات عن الدايت كده بفرض ان الدايت ده حاجه مستقله تمام. طيب وبيقول لك انا عايزك تحل المساله دي، نيجي نسال نفسنا سؤال، انا لما اجي احل المساله ديت انا محتاج ايه احدد الاستيت بتاع الدايت بتاعي، اغلب مسائل الزينر دايت هو لما هيجيبها لك هو بيبقى قاصد يجيبها لك في البريك داون. طب لو انا فعلا عايز احل صح هتاسيوم ان ده في البريك داون وتحل، وبعد ما تحل تجيب قيمه الفولت اللي موجود عند النقطه دي، لو قيمه الفولت دي اعلى من قيمه الفي زد يبقى انت ساعتها اكيد في البريك داون تمام كده كده يا جماعه. طيب فتعالى نمشيها كده ايه ستيب باي ستيب، هنقول ان الدايت دوت از ان ايه ريفرس بريك داون، وبالتالي شكل المساله بتاعتي بقى حاجه بالايه بالشكل ده كده، هنا عندي الايه الباتري اللي هي في زد نوت، وهنا عندي الريزيستنس اسمها ار زد، وده كله كده على بعضه اسمه ايه لا في اوت. ناس تركز ما تسميش ده في زد مش عشان حاجه، عشان انت ما تتلخبطش، لانك لو كتبت ده في زد هتقول لي طب ما هو هنا مديني في زد، لا المعلومه دي هو مديها لك بس علشان انت تعرف من خلالها تطلع حاجه خاصه بالدايود، ودي بتشرح الستيت بتاعه الدايود لما يكون لوحده تمام. في مسائل تانية هو ممكن يجي اصلا من الاول يديك قيمه الفي زد نود والار زد، فانت ما تحتاجش الخطوه اللي موجوده في الاول دي تمام. طيب انا كده عندي مساله بالشكل ده، ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله؟ انا محتاج اجيب قيمه الفي اوتبوت. طب هجيب قيمه الفي اوتبوت ازاي؟ اول حاجه خالص اجيب قيمه الكرنت. طب قيمه الكرنت اللي هيبقى موجود هنا هيبقى عباره عن ايه؟ الاي هتقول لي هو عباره عن قيمه الفي دي دي ماينس الفي زد نود، الكلام ده مقسوم على نص كي زائد ايه زائد الار زد صح كده، هطلع قيمه الايه الاي، هكتب لكم الفاليوز دي دلوقتي. لما جبت قيمه الاي اعمل ايه بعد كده بقى؟ اروح اجيب قيمه الفي اوتبوت. الفي اوتبوت تتجاب ازاي؟ عندك سكتين، السكه الاولانيه انك تجيبها منين من فوق، او السكه الثانيه انك تجيبها من تحت، فانت تقوم قايل ان هي عباره عن في زد نود زائد قيمه الاي مضروب في الايه في الار زد، يبقى انت كده قدرت تطلع قيمه الايه قدرت تطلع قيمه الفي اوت. الفاليوز بقى عشان برضو ايه الناس تبقى ايه حاسه بالقيم،
تمام كده يا شباب. فقيمه الفي اوتبوت ده طلعت ايه؟ اكبر من قيمه الايه؟ الفي زد ده. فاكيد انت كده شغال في الايه؟ شغال في البريك ده. حد كده عنده مشكله في الكلام ده؟ لا، هو قال لك هنا ايه؟ نومينال فاليو. يعني ايه نومينال فاليو؟ يعني الفاليو الاصلي بتاعه. المفروض بقى الجزء الثاني من السؤال هو بيقول لك ايه؟ طب دلوقتي في تغيير بيحصل في الفي دي دي، انا عايزك تجيب التغير اللي بيحصل في الاوتبوت ريلاتيف ليه التغير اللي بيحصل فين؟ في الفي دي دي. شباب الصوت ده الايه؟ ده الريكويرمنت الثاني اللي هو طالبه منك، تمام كده؟ وفي ريكويرمنت ثالث وفي ريكويرمنت ايه؟ رابع. دول ان شاء الله هنخليهم امتى؟ الاسبوع الجاي، تمام؟ بس الناس تحاول تفكر ايه؟ ازاي انا ممكن اعرف اجيب التغيير اللي ايه؟ اللي ما بين الفي اوتبوت وما بين الفي دي دي. حد كده عنده اي مشكله في الكلام اللي احنا قلناه هنا؟ الدنيا كده واضحه؟ الناس بقى ايه؟ معاكم 5 دقايق استعدوا فيهم.